أحمد، معي محامي الوكيل القضائي، معي محامي الوكيل القضائي للخزينة العمومية، سيقدم لنا بعض الأرقام التي يعني تم ذكرها أمس في الفترة المسائية. نتفضل إذن. صباح الخير. صباح النور أستاذ. فيما يخص الأرقام، يعني كانت هناك أرقام، يعني أرقام رهيبة حتى أنه صعب قراءتها. الأمر يتعلق في البداية بسؤال حول الضرر الذي تسبب به ملف تركيب السيارات. نعم، هو ضرر جسيم ومعتبر جدا باعتبار أن الأموال المنهوبة بقيم خيالية تقدر ب 128 مليار و 988 مليون دينار جزائري. بالنسبة للعقار الصناعي المنهوب أيضا قيمة خيالية 23 مليار و 940 مليون دينار جزائري، بغض النظر عن التعويض والضرر المعنوي الذي أصاب ليس فقط الخزينة العمومية بل جميع الشعب الجزائري. أستاذ، فيما يخص يعني ترتيب شركات تركيب السيارات، يعني بالترتيب هل يمكن أن تقدم لنا الأرقام حول ترتيبها؟ من الذي استفاد؟ من الشركة التي استفادت من أكبر امتيازات يعني بالترتيب؟ هي شركات عرباوي، ثم شركة مازوز، ويليها شركة بايري. أستاذ، فيما يخص الضرر، يعني حجم الضرر ورد يعني التعويض الذي طلبته الخزينة العمومية، هل ممكن تقدم لنا الأرقام؟ قدمنا الأرقام، هي كما سبق الإشارة إليه أرقام جد معتبرة. 128 مليار و 980 مليون دينار جزائري عن الأموال المختلسة والمنهوبة، 23 مليار و 440 مليون دينار جزائري قيمة العقار الصناعي الذي تم تحويله وإن بطرق غير قانونية، يضاف إليه الضرر المعنوي. أستاذ، يعني هل ننتظر يعني أرقام جديدة في الملفات التي ستستقبلها يعني جهاز القضاء في الفترة المقبلة؟ ربما التحقيق سوف يكشف عن أرقام أخرى، وكما سبق الإشارة إليه نحن أمام محاكمة تاريخية، لأنه وباعتبار أنه أول مرة إطارات سامية في الدولة هي اليوم متهمة وتبقى سابقة في تاريخ القضاء الجزائري.